أظنكم قد عرفتم ما هو عنوان درسنا لهذا اليوم. إنه الغذاء المتوازن. هيا لنستمع إلى قراءة الدرس. جلست الأسرة تتناول طعام الغداء. لاحظت الأم أن سلمى لا تأكل إلا البطاطا. سألت الأم ابنتها عن السبب. قالت سلمى: إنني أحب البطاطا يا أمي. قالت الأم: إن الجسم يحتاج إلى عناصر غذائية كثيرة، وكل نوع من الطعام له فوائده. قال الأب: علينا أن نحرص على تناول الغذاء المتوازن. سألت سلمى: وما الغذاء المتوازن يا أبي؟ أجاب الأب: الغذاء المتوازن يحتوي على المواد التي تبني الجسم وتمده بالطاقة اللازمة وتحميه من الأمراض. قالت الأم: الطعام المتنوع ضروري لصحة الجسم. ردت سلمى: سوف أحرص على تناول غذاء صحي مفيد. هيا يا أبطالي، دعونا نتعرف على أهم المعاني الموجودة في الدرس. انظروا إلى هذه الكلمة: نوع. نوع، ما معنى كلمة نوع؟ سأساعدك على معرفة كلمة نوع بوضعها في جملة. ما نوع الفاكهة الذي تفضل؟ أظنك عرفت أن نوع هي صنف. أعد: نوع، صنف. الكلمة الثانية كلمة تحميه. عندما نقول المعطف يحمينا من البرد، ما معنى كلمة يحمينا؟ أظنك قد عرفت أن كلمة تحميه تقيه. أعد: تحميه، تقيه. انظر إلى الكلمة الثالثة اللازمة. أظنك أنك قد أخذت هذه الكلمة في دروس سابقة وذكرت في درس المخترع الصغير. اللازمة الضرورية، اللازمة الضرورية. هيا يا صغاري، دعونا نستخرج بعض القواعد المهمة من درسنا الغذاء المتوازن. هيا انظر إلى الكلمة التي تحتها خط. ما نوع الهمزة في كلمة الغداء؟ إنها همزة متطرفة. انظر إلى هذه الجملة. يا أمي، هذه الجملة تتكون من يا. إنها آداة نداء وأمي منادى. ما هذا الأسلوب إذا الذي يتكون من آداة نداء ومنادى؟ إنه أسلوب نداء. أحسنت. قالت الأم: إن الجسم يحتاج. هيا لنفكر معا، ما نوع الفعل في كلمة يحتاج؟ إنه فعل مضارع. أحسنت. إلى عناصر. تعلمنا سويا أن هناك ثلاثة أنواع للجمع: جمع تكسير، وجمع مذكر سالم، وجمع مؤنث سالم. فما نوع الجمع في كلمة عناصر؟ ستقول أنها جمع تكسير. أحسنت. قال الأب: علينا أن. ما هي أن؟ إنها آداة نصب. وتعلمنا يا صغيري أن بعد آداة النصب يأتي فعل مضارع منصوب. هيا يا صغاري، دعونا نعود إلى الدرس لنستخرج منه المعاني المهمة. هيا دعونا نقرأ الفقرة الأولى. جلست الأسرة تتناول طعام الغداء. لاحظت الأم أن سلمى لا تأكل إلا البطاطا. سألت الأم ابنتها عن السبب.
قادم التتناول